القصة هي قصة المخيم السياسية. إنها 7:30 بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير في عناوين المسائية. بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر يدعو رؤساء الكتل النيابية إلى حوار بشأن انتخابات الرئاسة وعمل مجلس النواب والحكومة. ما كبينا عليهم أنانة وحجار وديناميت. هو الأمن توقف 10 من مشاغبي رياض الصلح وتعلن عن إصابة 2 من عناصرها. كتائب الأسد تدك دوما بالصواريخ الفراغية وتجدد المعارك الضارية في الزبداني. كان المشهد حضاريا وجميلا أمس في ساحة الشهداء، ساحة الحرية. كان المشهد يشبه اللبنانيين، كل اللبنانيين، مشهد ذكر كثيرين بيوم 14 من أذار، حين نزل لبنانيون من انتماءات ومشارب ومنابت مختلفة ليعلنوا انحيازهم إلى الوطن في وجه النظام الأمني. أمس كان الانحياز إلى الدولة المدنية، كان الانحياز إلى حقوق الناس بالأمن والاقتصاد، كان الانحياز إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. ورغم محاولة بعض القوى اختطاف المشهد إلى الفوضى ليلا، إلا أن حكمة قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية منعت الانجرار إلى الفوضى، كما أن حكمة الشباب الغاضب من الفساد والخارج على المذهبية والمحاصصة تمنع استغلال البعض للحراك الجميل في زواريب السياسة الداخلية. تيار المستقبل التقط الإشارة فأشاد بالحضور المدني المميز لشباب وشابات لبنان، وجدد التأكيد على أن قيام الدولة المدنية الحديثة في لبنان هو أبسط حقوق الشباب اللبناني جميعا بكل طموحاته وأحلامه وتياراته وأحزابه، ودعا كل القوى السياسية إلى الإصغاء جيدا لأصوات الشباب والشابات والإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية والمبادرة إلى إطلاق ورشة إصلاح حقيقية تؤمن الحلول للأزمات المعيشية وإتاحة المجال لكل الطاقات الشبابية للمشاركة في صياغة مستقبل لبنان. وفيما اعتبر النائب وليد جنبلاط أن غالبية الشعارات في تظاهرة الأمس محقة بانتظار دراسة آلية التنفيذ، انتقد النائب ميشيل عون المتظاهرين لأنهم عمموا اتهامات الفساد على الجميع متهما إياهم بأنهم من هذا الجميع. ومن النبطي أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيدعو في 10 من أيلول لحوار يختصر بالإضافة إلى رئيس الحكومة تمام سلام على قادة الكتل النيابية للبحث برئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب والوزراء وماهية قانون الانتخابات النيابية وقانون استعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الإدارية وتسليح الجيش. إذن البداية من النبطية، حيث أحيت حركة أمل الذكرى السنوية 37 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه. وقد أعلن خلالها الرئيس نبيه بري عزمه الدعوة خلال الأيام 10 من أيلول للحوار بين رؤساء الكتل النيابية والحكومة، مؤكدا التمسك ببقاء الحكومة وتنشيطها للاستجابة للمطالب المحقة، لافتا إلى أن بقائها ضرورة وطنية وأن الاعتداء على التشريع جريمة. نؤكد تمسكنا بالحكومة وتنشيطها للاستجابة للمطالب المحقة ونعتذر عن بقاء الحكومة. نعتذر عن هذا الخطأ التقني في هذا التقرير، وطبعا سوف يرد هذا التقرير وما قاله الرئيس بري في النبطي اليوم بعد قليل. وبانتظار ما ستحمله 72 ساعة التي أعطاها المتظاهرون أمس للحكومة، عادت الحركة إلى طبيعتها في ساحة رياض الصلح بعد أعمال الشغب الليلية التي ذللت التظاهرة المطلبية بفعل عدد من المندسين. التقرير لربيع شنطف. في محيط السرايا الحكومي يعم الهدوء، فالمعتصمون أخذوا استراحة المحارب باستثناء بعض الأفراد الذين إما باتوا ليلتهم في ساحة رياض الصلح أو أتوا لاستطلاع الموقف، ومن بين هؤلاء مما يصفهم البعض بالمندسين. أنا نايم هون لي 4 أيام، أنا من منطقة أنا أحسن 100 بس أنا لبناني. طيب ومن الهرمل. طيب شاركت امبارح بعمل الشغب مثل ما بيقولوا؟ ما عملنا شيء، شغبنا كبينا عليهم أنانة وحجار وديناميت.
كريزي روبوت. ما بتخاف هلا ياخذوك؟ من شو بدي خاف؟ انا امبارح اخذوني على المفر، انا ما قصني بشيء يعني، كبت اني انت ما سرقوا الكهرباء، سرقوا الاتصالات، سرقوا المي. مليار و200 مليون دولار انعطى لوزاره الطاقه مشان تجيب الكهرباء بال2015. صرنا باخر 2015 ولا واحد منهم سالوا وين المصاري او وين الكهرباء. هالمطليب هيدي هي مطليبك ومطليبي. في كذا حدا له حقوق على الدولة والدولة ما عم تعطيهم حقوقهم. عناصر القوى الأمنية تبدو هنا وكأنها تتنفس الصعداء بعد أيام من التأهب حرصا على سلامة المتظاهرين. في ساحة رياض الصلح هدوء يسبق التصعيد المرتقب بعد انتهاء المهلة التي أعطاها المتظاهرون للحكومة، فيما يقوم المعنيون بلملمة الأضرار التي خلفها المندسون في تظاهرة السبت. هذه الفوضى التي أتت بعد تظاهرة بيضاء أذهلت الجميع في الداخل والخارج وضعت القوى الأمنية حدا لها، خصوصا بعدما أعلنت حملة طلعت ريحتكم والحملات المدنية الأخرى عدم مسؤوليتها عن أعمال الشغب. وقد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لاحقا عن إصابة عنصرين في صفوفها وعن توقيف عدد كبير من مثيري الشغب، معلنة عن أسماء البعض بينهم ومعظمهم من الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع الشمالي. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعا إلى عدم تمييع مطالب التظاهرات بالطرق الكاذبة وعدم تحريفها عن هدفها الأساسي، كما دعا إلى التحسب من الكوارث المتأتية من الأزمات الاجتماعية التي يتسبب بها المسؤولون الذين يتصرفون بالذهنية الاستهلاكية. أسف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد من الديمان للحالة المأساوية التي وصلنا إليها في لبنان، واصفا التظاهرات الشعبية والشبابية بالمحقة وأمل أن لا تنحرف عن هدفها الأساسي، وقال كي تلبي غاياتها يجب الدخول من باب انتخاب رئيس للجمهورية فورا وبحسب الأصول الدستورية. إن الحالة المأساوية التي وصلنا إليها في لبنان إنما هي النتيجة لتفشي الذهنية الاستهلاكية المادية والسياسية والأخلاقية التي تحتل الأولوية على حساب قيام الدولة القادرة بمؤسساتها الدستورية والعامة. لهذا السبب قامت التظاهرات الشبابية والشعبية المحقة من المجتمع المدني في العاصمة اللبنانية وعواصم عالم الانتشار، فلا يمكن ولا يجوز أن تميع هذه التظاهرات في مطالبها بالطرق الكاذبة ولا أن تنحرف هي عن هدفها الأساسي، وهو المطالبة برجال دولة يمارسون السياسة النبيلة القائمة على الحقيقة والعدالة والتجرد والتفاني في سبيل الخير العام. البطريرك الراعي أشار إلى أنه لا يوجد اليوم عند الكثيرين من الناس وبخاصة عند المسؤولين السياسيين إيمان وحب حقيقيان، لذلك يوجد إهمال كلي مما يؤدي إلى تكاثر الشر والفساد والقتل الجسدي والروحي والمعنوي. إلى ذلك أشاد تيار المستقبل بالحضور المدني المميز في ساحة الشهداء، مشددا على أن ما وصلت إليه البلاد من أزمات داهمة هو نتيجة طبيعية لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، ودعا التيار كل القوى السياسية إلى الإصغاء جيدا لأصوات الشباب والشابات والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية والمبادرة إلى إطلاق ورشة إصلاح حقيقية تؤمن الحلول للأزمات المعيشية. بدوره رأى النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر تويتر أن غالبية الشعارات في تظاهرة الأمس محقة، لكن تبقى دراسة آلية التنفيذ، ودعا جنبلاط المسؤولين عن حملة طلعت ريحتكم إلى أن يدرسوا الأمر بدقة من أجل منع الأحزاب من دون استثناء من استغلال هذا التحرك العفوي وإجهاضه، لأن تحرك الأمس خلافا لتحرك الأسبوع الماضي عبر عن الأوجاع الحقيقية للمواطنين. من ناحيته رحب وزير الصحة وائل أبو فعور بالحراك الشعبي في شوارع بيروت، مشيرا إلى أن الاتصالات التي يقودها النائب وليد جنبلاط قد تفضي إلى حلول للأزمة السياسية.
أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور أن مطالب الشعب في ساحة رياض الصلح محقة، داعيا إلى إعادة الاعتبار للسياسة بمفهومها الشريف للوصول إلى مخارج وتفاهمات. أبو فاعور كان يتحدث خلال احتفال أقامته مؤسسة العرفان التوحيدية في السمقانية الشوف تكريما للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية، وذلك برعاية وحضور تيمور زنبلاط وشيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن وشخصيات. ونحن نصغي اليوم إلى بعض الهداف الوطني الشرعي في شوارع بيروت الذي وجب أن يستمع إليه أهل السياسة ونحن منه، حتى ولو قاده البعض إلى أوحال الضغائن، حتى ولو قاده البعض إلى أوحال السياسة، لن يكون أصلاح ولن تكون محاربة فساد ولن يكون تطور ما دمنا في هذا الشلل الذي نعيش به في شهور الرئاسة وفي تعطيل مجلس الوزراء وفي شلل المجلس النيابي. ونأمل أن تقود تلك الاتصالات التي يقوم بها نائب ولي الجملات وهو الملحاح دوما والباحث دوما عن ترياق بكل هذه الأمراض السياسية المستعصية. كما كانت كلمة للشيخ حسن أشاد فيها بالصرح العرفاني الذي دشنه الشهيد كمال جنبلاط في زمن الحرب والانقسام وفي عصر التهافت والانحلال. إلى ذلك قال رئيس تكتل التغيير والإصلاح نائب ميشيل عون في تغريدة عبر تويتر: يعممون الفساد على الجميع وقد نسوا أنه من هذا الجميع، وسأل هل المطلوب تجهيل الفاسد الحقيقي وتبرئته؟ قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إن حزب الله لا يسمح لأحد بكسر أو إقصاء أو عزل حلفائه في التيار الوطني الحر، وخصوصا شخص العماد ميشيل عون، لأن استهدافه هو استهداف لحزب الله ولحركة أمل واستهداف لموقفه الداعم للمقاومة. أضاف رعد خلال احتفال تكريمي في البزوري: إذا اقتضى الأمر والشارع أن نكون بجانب هذا الحليف سنكون، ولكن نحن من يقرر الساحة واللحظة والمكان والزمان. في المصيط بزار وفد من الهيئة الإدارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة فوزي زيدان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وناشد الوفد سلام العض على الجراح والاستمرار في تحمل المسؤولية الوطنية حفاظا على أمن لبنان واستقراره ورأفة بالبلاد والعباد، ودعا الوفد كل القوى السياسية إلى التعقل والاستجابة إلى مطالب حشود المواطنين المحقة والإسهام بجدية في تفعيل المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية يتم بعده تشكيل حكومة جديدة تتولى إجراء انتخابات نيابية وفق قانون انتخاب عصري يؤمن التمثيل الصحيح. تتابعونا بعد الفاصل. تظاهرات الإصلاح في العراق تقلق طهران وتصاعد عمليات الاغتيال بحق المشاركين فيها. وعشرات الضحايا في حريق التهم أبراجا تابعة لشركة أرامكو السعودية في الخبر. المسائية مستمرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها. بري يدعو رؤساء الكتل البرلمانية والحكومة إلى حوار في أيلول. هدوء في رياض الصلح والقوى الأمنية توقف 10 مشاغبين. الراعي يدعو إلى عدم تمييع مطالب التظاهرات. كثفت كتائب الأسد غاراتها وقصفها الهمجي على مدن ريف دمشق، حيث انهمرت الصواريخ الفراغية على دوما والبراميل المتفجرة على صقبة، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في وقت تجددت المعارك الضارية في الزبداني. تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام المدعومة بعناصر من حزب الله من جهة وفصائل المعارضة من جهة ثانية عقب انهيار الهدنة التي تم الاتفاق عليها في الزبداني بريف دمشق وبلدتي الفوعة وكفرية بريف إدلب، فيما شن الطيران الحربي سلسلة غارات على مدينة الزبداني وغوطة دمشق الشرقية، حيث استهدف الطيران المروحي الأسدي بأكثر من 10 براميل متفجرة مدينة دارية في ريف العاصمة. وفي دوما قتل أكثر من 10 وجرح آخرون
نتيجة استهداف نظام الأسد أحياء المدينة بالصواريخ الفراغية والعنقودية بالتزامن مع قصف طال مدينة سقبة وأدى أيضا إلى مقتل وجرح العشرات. مدينة عربين شهدت بدورها سلسلة غارات أدت إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين، فيما قتل 12 مدنيا في قصف جوي على مناطق متفرقة في ريف إدلب. كذلك استهدف الطيران الحربي أحد المعامل في مدينة كفرنبل نتج عنه سقوط عدد من القتلى، في وقت انفجر انتحاري من داعش نفسه أمام دار القضاء في مدينة سلقين التابع لجبهة النصرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى غالبيتهم من المدنيين. في غضون ذلك قصف طيران التحالف الدولي مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في جبل عبد العزيز بريف الحسكة الغربي. في العراق تستمر حملات الاغتيال الواسعة بحق الشيوخ العشائر والنشطين المدنيين الذين يدعون للتظاهرات المؤيدة للإصلاح والتي تعارضها طهران. يبدو أن ارتفاع حدة المخاوف من الحراك الشعبي في العراق المطالب بالإصلاح والذي تعارضه إيران ضمنيا دفع إلى العمل على تصفية 5 ناشطين جدد ضمن حملات الاغتيال التي طالت في الآونة الأخيرة شيوخ العشائر والناشطين المدنيين المؤيدين للتظاهرات، إلا أن تصفية قادة الحراك الشعبي والتي تمت في غضون 24 ساعة دفعت بالناشطين إلى توجيه أصابع الاتهام إلى ميليشيات مسلحة وصفتها بالمسيرة من إيران من أجل إخماد التظاهرات وإيقاف الإصلاحات التي تعارضها طهران. يأتي ذلك في وقت أرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني بسبب الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض مواد القانون أبرزها تتعلق بالطبيعة القومية والطائفية للقوة العسكرية المزمع تشكيلها. تتزامن الأحداث السياسية مع استمرار تقدم القوات العراقية على أكثر من محور وخصوصا في الأنبار، حيث بدأت عملية عسكرية لاقتحام منطقة الخالدية مدعومة من طائرات التحالف الدولي، كما أحكمت القوات المشتركة السيطرة على محيط مدينة الرمادي وحررت معهد النفط داخل مصفات بيجي، فيما أشعل داعش النيران في 3 أبار نفطية شرق تكريت. قتل طفل تركي وأحد رجال الشرطة في هجومين منفصلين في إقليم ديار بكر جنوب شرق تركيا، حملت الحكومة مسؤوليتهما إلى حزب العمال الكردستاني المحظور. واستهدف الهجوم الأول بعض الجنود لدى مرورهم على إحدى الطرق، حيث انفجرت عبوة ناسفة أسفرت عن مقتل طفل وإصابة مدني. وفي حادث منفصل فتح مسلحون النار على رجال شرطة مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر. لقي 11 شخصا مصرعهم وجرح نحو 219 جراء حريق التهم مجموعة أبراج مستأجرة لصالح شركة أرامكو السعودية على طريق الدمام الخبر السريع، وقد تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ من إخماد الحريق، فيما قالت أرامكو إن الجهات المعنية بدأت تحقيقاتها الأولية لمعرفة أسباب الحادثة، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا عن المزيد من المعلومات حال توفرها. أكد رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان الخليفة أن بلاده في حرب مع الإرهاب والإرهابيين وما يقف وراءهم، مضيفا أن هذا يحتاج إلى التسريع في إجراءات تقديمهم للعدالة وسرعة القصاص. وعقد رئيس الوزراء اجتماعا أمنيا في قصر القضيبية تابع من خلاله الموقف الأمني واطلع على الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية، محذرا من أن الإرهابيين يسعون من خلال التفجيرات والممارسات الإجرامية إلى زرع الفتنة وشق وحدة الصف وبث الكراهية وتأجيج الطائفية من أجل إثارة الفتنة. أعلنت شركة إني الإيطالية أنها حققت ما قد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر الأبيض المتوسط. وتكهنت الشركة بأن هذا الاكتشاف سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة، مشيرة إلى أنه يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع. أوضح مستشار وزير الدفاع السعودي العميد ركن أحمد عسيري أن التعزيزات العسكرية المقدمة للمقاومة الشعبية اليمنية تتناسب مع حجم المهمة التي ستنفذ في مأرب.
تستعد المقاومة الشعبية في اليمن لتطهير محافظة مأرب ومديرياتها من الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم في ظل الحديث عن أن الساعات المقبلة سوف تكون حاسمة ومليئة بالمفاجآت. يأتي ذلك في وقت لا تزال تتلقى المقاومة تعزيزات عسكرية من قبل التحالف العربي، فيما تشن مقاتلات التحالف غارات مكثفة على مواقع الميليشيات في منطقة الفاو والجفينة جنوب غرب مأرب. كذلك أغار طيران التحالف على مراكز المتمردين في شبوة والحديدة وفي معسكر جبل النهدين في العاصمة صنعاء. في المقابل دوى انفجار كبير قرب السفارة الأمريكية في حي سعوان في العاصمة من دون أن تتبنى أي جهة المسؤولية عن العملية. أما في تعز فقد نجحت القوات الموالية للشرعية على الرغم من شدة المعارك من السيطرة على عدد من المواقع والهضاب في منطقة المرور، وتمددت لتفرض سيطرتها على منطقة وادي الضباب. وفي عدن المحررة اغتال مسلحون مجهولون مدير عمليات أمن عدن العقيد عبد الحكيم السنيدي في منطقة المنصورة أمام منزله. طيران التحالف جدد غاراته على مواقع الميليشيات في محافظة حجة منها معسكر اللواء 25 ميكا والمعهد التقني الصناعي، كما استهدف آلية محملة بالصواريخ تابعة للحوثيين كانت في طريقها إلى المناطق الحدودية. سياسيا أكد الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي خلال زيارة إلى السودان على أن التصدي للميليشيات المتمردة في اليمن يرمي إلى إيقاف التوسع الإيراني في المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عمر البشير أوضح هادي أن المقاومة الشعبية والجيش اليمني أخرجا الحوثيين من عدن ولحج والضالع وشبوة، وتبقت محافظات قليلة حيث تدور المعارك وهي إب والحديدة وتعز ومأرب. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نيته اعتقال النسوة اللواتي حررن الفتى الفلسطيني محمد التميمي من قبضة أحد جنود الاحتلال، فيما اعتبر بنيامين نتنياهو أن مليارات الدولارات التي ستحصل عليها إيران بموجب الاتفاق النووي سيتيح لها تمويل الإرهاب في كل مكان. للأسبوع الثاني على التوالي تواصل سلطات الاحتلال حصارها على المسجد الأقصى المبارك بمنع النساء من الدخول إليه وفرض تجديدات على دخول الرجال، إضافة إلى نشر الحواجز الحديدية على أبوابه في محاولة فعلية لتطبيق مخطط التقسيم الزماني في المسجد، بالتزامن أيضا مع إدخال عشرات المتطرفين الإسرائيليين إلى باحات المسجد كل يوم كخطوات استفزازية. من جانب آخر وضع الاحتلال الإسرائيلي النساء الفلسطينيات اللواتي أظهرن شجاعة بالغة عندما أنقذنا الفتى محمد التميمي البالغ من العمر 12 عاما من قبضة جندي إسرائيلي في دائرة الاتهام. فالاحتلال الإسرائيلي أعلن نيته اعتقال هؤلاء النساء بعدما انقض جندي على محمد حين كان يلهو أمام فناء منزله في قرية النبي صالح شمال رام الله في مشهد هز العالم أجمع، حيث لم يشفع للفتى صراخه كي يتوقف الجندي عن الاعتداء عليه بوحشية، ما أدى لإصابته بردود في أنحاء متفرقة من جسده رغم معاناته من كسر في يده. هذا الموقف أثار مواقف إسرائيلية متباينة، حيث كتب زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تحريضا ضد الطفل، ومن شدة عنصريته كتب أن نتنياهو ترك الجنود في الميدان لوحدهم. إلى ذلك أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة بعد تعرضه للدهس من قبل سيارة قرب مفرق زيف جنوب القليل بحسب ادعاء لجيش الاحتلال. وفي سياق مختلف عاد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إيطاليا، حيث أكد أن مليارات الدولارات التي ستحصل عليها إيران لدى رفع العقوبات عنها بموجب الاتفاق النووي سيتيح لها تمويل الإرهاب في كل مكان وتوسيع بنية تحتية هائلة ما من حاجة إليها بتاتا لأهداف نووية مدنية، لكنها ضرورية تماما لإنتاج الأسلحة النووية. اعتقلت الشرطة المجرية شخصا خامسا يشتبه بتورطه في قضية العثور على جثث 71 لاجئا داخل شاحنة لتبريد على طريق سريع في النمسا. من جهة أخرى أعلن مسؤول محلي أن قاربا يحمل مهاجرين غرق قبالة سواحل ليبيا، ما أدى إلى مقتل 7 على الأقل في ثاني حادث من نوعه في غضون أيام قليلة. ولليوم الثاني على التوالي احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الماليزية كوالالمبور للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بسبب فضيحة مالية بملايين الدولارات. ونام مئات المواطنين في العراء طوال الليل في وسط كوالالمبور وسط إجراءات أمنية مشددة وتأهب شاحنات شرطة مكافحة الشغب. وقد وصفت الشرطة هذه الاحتجاجات بأنها غير قانونية،
فيما نفى رزاق أو رازق أي خطأ من جانبه قائلا إن المحتجين يشوهون صورة ماليزيا. احتج آلاف اليابانيين أمام مبنى البرلمان على قانون يسمح للجيش بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، ومررت الغرفة السفلى للبرلمان الياباني القرار على أن تصدق عليه لاحقا الغرفة العليا، علما أن الدستور الياباني يحظر على البلاد استخدام القوة لحل النزاعات إلا في حالات الدفاع عن النفس. ويقول المتظاهرون إنهم يريدون حماية الدستور السلمي لليابان، فيما يؤكد رئيس الحكومة أن التغييرات ضرورية لحماية بلاده. وفي النشرة بعد الفاصل، أمطار آب تغرق عكار والضنية. وفي محطتنا الرياضية تتابعون، ريال مدريد يضرب بقوة في المرحلة الثانية للدوري الإسباني بكرة القدم. بالعودة إلى كلام الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، فقد دعا بري القوى السياسية إلى حوار خلال الأيام العشر الأوائل من أيلول يبحث في رئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب والوزراء وماهية قانون الانتخابات النيابية وقانون استعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الإدارية وتسليح الجيش. نؤكد تمسكنا بالحكومة وتنشيطها للاستجابة للمطالب المحقة، ونعتبر أن بقاء الحكومة يشكل ضرورة وطنية على الجميع إدراكها، كما أننا في حركة أمل نعتبر أن الاعتداء على التشريع، اعتداء على ممثلي الشعب، اعتداء على الشعب من خلال ممثليه، ونرى أنها جريمة تفوق كل جريمة أخرى على الإطلاق. للتغيير أيها الأذكياء، للتغيير باب واحد هو باب المجلس. هذا المجلس ليس مجلس الشيعة ولا حكومة مجلس للسنة ولا رئاسة للموارنة، هذا المجلس لكل لبنان، وغيره من مؤسساته يجب أن يكون لكل لبنان. للتشريع باب واحد هو باب المجلس، وإلا الفوضى من جهة، وإلا الفوضى التي نشاهد بعضها أيضا، وإزاء السواد الذي يحيط بلبنان ويحيق به. فإنني سأدعو في العشر الأول من شهر أيلول، يعني حد أقصى من الآن حتى عشر أيلول، لحوار يقتصر هذه المرة بالإضافة لدولة رئيس الحكومة على قادة الكتل النيابية، لا يختلف كثيرا من حيث الشكل عن حوار عام 2006، ولكنه مختلف المضمون والجدول. وهذا الجدول حصرا هو البحث، رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الانتخابات النيابية، ماهية قانون استعادة الجنسية اللبنانية، مشروع اللامركزية الإدارية، ودائما طبعا موضوع دعم الجيش والقوى الأمنية. هي محاولة متواضعة للتوافق على الضوء، على الضوء يدخل في قلوبنا ومن ثم بيوتنا ووطننا، بدلا من النفايات السياسية هذه المرة، آملا استجابة الدعوة واعتبارها نداء إغاثة لهذا الوطن الذي له الحق علينا في أن نثبت فعلا أننا نليق به وبشهدائه وبحراكه الشعبي أيضا. إلياس أبي نادر ابن السنوات التسع وقع ضحية الإهمال في مدينة ملاهي علي، وجده يموت مفجوعا على فراقه ليدفنا سويا في بلدة وادي الحرف مسقط رأسيهما. تقرير معتصم حميدو. احذروا على أولادكم، فآخر محطة للطفل إلياس أبي نادر ابن السنوات التسع كانت بين هذه الألعاب في مدينة ملاهي علي، إحدى الألعاب التي كان يمرح بها إلياس مع ستة من أفراد عائلته انحرفت عن سكتها، فكان الموت مصيره
نتيجة إصابة بالغة في رأسه، بينما نقلت ابنة عمته كلوي شربل البالغة من العمر 7 سنوات إلى مستشفى الروم ببيروت. رجعوا امبارح دقوا لنا وعم يجربوا يعملوا اخبار انه في بلاك لعمر تحت 10 سنين ما يلعب. اوكي؟ اكيد ما كان في بلاك، لانه هاي اللعبه مش انا بقبض تيكت عليها، في مين يقبض وفي مين يدورها. انا كان ابني بيناتهم عمره 5 سنين، خلينا نعتبر انه هي غشتهم. الخمس سنين مستحيل يكون غشهم. طيب رح كفي لك، انا رح يصير عمري 40. شوفوا انا اذا مش لت عمر 10 سنين. طب ما هي انا هي كلوي، ما بعرف اذا بعد رح تقشع بعينها صدرها وظهرها وراسها من ورا. وكنا رحنا كلنا بالعيلة، كنا 6 من فرد بيت، انا وخيي وابن خيي واولادي 3. بدي اجرب احساس خيي شو حاسس. ربى ابنه 9 سنين يروح بثانية قدامه. ختم مدينة الملاهي العائدة لشخص من أهل ريضان بالشمع الأحمر وتوقيفه من قبل أجهزة الأمن لن يعيد لأهل إلياس طفلهم. وحده السؤال الشافي، أين القرارات التي صدرت قبل أشهر بعد حادثة طرابلس بضرورة إجراءات الرقابة على أعمال الصيانة الدورية لمدن الملاهي؟ وحدهم أصحاب القرارات تلك معنيون بالإجابة. الوضع في مخيم عين الحلوي بحثته النائب هي الحريري مع وفد من حركة حماس زارها في مجدليون. وخلال اللقاء تم استعراض الوضع الراهن بعد وقف إطلاق النار وكيفية تحصين الاستقرار واستكمال عودة جميع النازحين ومعالجة تداعيات الاشتباكات الأخيرة من مختلف جوانبها. الوضع في مخيم عين الحلوي هادئ منذ صباح الخميس الماضي، والأمور بدأت تعود إلى طبيعتها، ونطمئن أهلنا في المخيم وفي مدينة صيدا بأننا سنعمل كل ما نستطيع من أجل منع تكرار ما حصل سابقا، وستتولى القوة الأمنية المشتركة بالضرب بيد من حديد على كل من سيحاول العبث بأمن المخيم. حيا عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادر الحراك الشعبي الذي تشهده بيروت. وخلال ندوة سياسية نظمتها منسقية حصبية ومرجعيون في تيار المستقبل في الهباري في العرقوب، سأل القادري لماذا تحولت حكومة ربط النزاع إلى اشتباك سياسي من قبل عون وحزب الله، ونقل إلى الحضور توصية الرئيس سعد الحريري لتيار المستقبل ومناصريه ولجميع اللبنانيين في هذه المرحلة المفصلية، وهي ضرورة الحفاظ على الاعتدال. طالما هذا الحراك تحت سقف القانون نحن منحييه، وإن شاء الله أنه يضخ دماء جديدة بشرايين الحياة السياسية ويخلي الناس يلي معطلة يلي قاصة رأس البلد من خلال منع انتخاب رئيس مما أرخى بدلاله السلبية على كل المؤسسات، إن شاء الله هذا الحراك يخلي عن بعض المسؤولين في صحو الضمير ونروح كلياتنا سوا. هذا النهار الاربعاء، هذا الاربعاء عندنا جلسه انتخاب رئيس، ان شاء الله الزملاء النواب كلياتهم سوا ال 128 يتواجدوا بالقاعه لانتخاب رئيس. رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض شدد على ضرورة مكافحة الفساد في السلطة وينبه من أخذ لبنان إلى الفراغ. أكد رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض أحقية مطالب المتظاهرين في وسط بيروت وأيد تحركهم ضد الفساد، لكنه شدد على الوقوف في وجه أي تسلل من بوابة النفايات لأخذ لبنان للفراغ وإلى مؤتمر تأسيسي. كلام معوض جاء خلال العشاء السنوي لجمعية المساعدات الاجتماعية في إهدن. نحن ضد الفساد، بس بذات الوقت نحن ضد أي انقلاب. نحن ضد أي انقلاب على نظامنا البرلمان الديمقراطي. نحن ضد أي انقلاب على المناصفة يلي كرسها الطائف. ونحن ضد أي انقلاب على الاستقرار الأمني بلبنان. من هالمنطلقات يلي ذكرتها نحن رح نوقف بشراسة بوجه أي تسلل من بوابة النفايات لأخذنا على الفراغ أو على المؤتمر التأسيسي. ومن هالمنطلقات كمان نحن ضد استقالة هالحكومة بظل غياب رئيس الجمهورية. وبعدها تم تكريم عدد من الحضور تلاه حفل غنائي. على الرغم من موجة الحر التي تعيشها
عكار ومختلف المناطق اللبنانية، إلا أن منطقة عكار شهدت انخفاضا في درجات الحرارة أمس، وذلك بعد تحول جذري بحال الطقس، إذ تساقطت الأمطار الكثيفة في بلدات عكار الجبلية، تحديدا فنيدق وأعالي جرود عكار، وامتلأت شوارع المنطقة بالمياه. وفي الضني شهدت مناطق جرد الضني هطول أمطار مترافقة مع تساقط حبات برد وعواصف رعدية، مما أدى إلى برودة نسبية. اندلع حريق هائل في بلدة عيون الغزلان في عكار جراء انقطاع خط للتوتر العالي، مما أدى إلى احتراق بساتين، وكادت النيران أن تلامس المنازل، وقد عملت فرق الدفاع المدني على إخماده. وفي البقاع الغربي تحديدا في أحراج صغبين اندلع حريق صباح اليوم، وقد عملت فرق الدفاع المدني على إخماده بعد أن أتى على مساحات كبيرة من الأشجار الحرجية. مهرجانات بعلبك تختتم الليلة بحفل موسيقي كلاسيكي في سد البوشري، ومعبد معبد باخوس استضاف أمس حفل ديسكو. مدينة الشمس الأقدم والأكثر شهرة تعانقت وموسيقى الديسكو مع الموسيقي المكي على أدراج معبد باخوس. لجنة مهرجانات بعلبك الدولية اختتمت برنامجها في حضور محافظ بعلبك الهرمي البشير خضر وضيفي سفير روسيا البيضاء وقنصل رومانيا ورئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد حسن. واستهل خضر الحفل بتقديم درع لرئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نيلة دفراج تقديرا لجهودها، وشكر في كلمته كل الذين ساهموا في إنجاز المهرجانات، معتبرا أن هذه السنة كانت بداية عودة المهرجانات إلى قلعة بعلبك، وستكون السنة القادمة بالصورة الأفضل التي تعيد أمجاد بعلبك. بدورها شكرت دفراج الجميع على اهتمامهم ووقوفهم إلى جانب اللجنة. أما ختام مهرجانات بعلبك الدولية فموعده الليلة الأحد في حفل للموسيقى الكلاسيكية على الآلات الوترية في سد البوشري، وسيكون الجمهور على موعد مع مقطوعات من مؤلفات بيتهوفن وموزار وهايدن. وفي أجواء ساحرة قدمت فرقة كاراكلا عملا مسرحيا مميزا افتتحت عبره ليالي أرز تنورين. في محمية أرز تنورين حطت فرقة كاراكلا رحالها مقدمة مشهديات ساحرة. الغابة المسحورة عنوان العمل المسرحي الاستعراضي هذا، والذي يأتي في إطار مهرجانات ليالي أرز تنورين بدعوة من جمعية لنا برئاسة السيدة مارلين بطرس حرب وبرعاية وزير السياحة ميشيل فرعون. العمل الذي خصص لتنورين وغابتها من إخراج إيفان كاراكلا، حضره العديد من الوزراء والنواب والشخصيات، فيما شارك فيه تمثيلا وغناء نجوم لبنانيون ومنهم تنوريون مثل عبير نعمي ورفعت طرباي. في إطار المخيمات التدريبية التي تقيمها في المناطق اللبنانية، أقامت جمعية كشافة لبنان المستقبل مخيمها السنوي في عكار بهدف تعزيز التفاعل بين المشاركين. أقامت جمعية كشافة لبنان المستقبل وبالتنسيق مع جمعية صدى الشباب في مشحة مخيمها السنوي في منطقة القموعة، وتضمن المخيم أنشطة عدة تعرف خلالها الكشافة على حياة الخلاء وكيفية إدارة الفرق الكشفية وتنظيم برنامج كشفي نموذجي يتطابق مع أفكار الشباب وطموحاتهم. عم نجمع الاولاد عنا من معظم المناطق لنضلنا ماشيين على الخط اللي رسمنا اياه الرئيس شهيد رفيق الحريري، اللي هو الخط الجامع لكل الناس. اليوم عم نجمعهم مع انه في اعتصامات يمكن بباقي المناطق، في مطالبات اجتماعيه واقتصاديه، ولكن عم نخلي الاولاد اللي معنا يضلن عايشين الجو البيئي، الجو النظيف، الجو البعيد عن الازمات، ليضلن عايشين بجو سليم. هلا طبعا هي المخيم انت اول شيء بتعلمهم انه على الانضباط، بتعلمهم على التنظيم، على قوه الجلد يتحملوا، على التقشف، هذه الامور كلها هذه اساسيه بحياه اي فرد منا. فالمفترض هذه الامور بالاضافه كمان للمحاضرات اللي بياخذوها
وهيدي كمان كتير بتنمي لهم دماغهم وبيصير عندهم وعي أكثر وبيصير عندهم حب التطوع أكثر كمان بنفس الوقت. وفي الختام أقيم حفل الوعد الكشفي ومنح جميع المشاركين المنديل الكشفي الذي يتضمن العهد على احترام القوانين الكشفية والالتزام برسالة كشافة لبنان المستقبل في بناء مجتمع الحوار والتفاعل وحب الوطن. منير، نصل الآن إلى النشرة الرياضية التي يرافقنا فيها بعد قليل عباس حسن. مساء الخير. تمكنت بعثة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم من الوصول إلى لبنان في ساعة متأخرة من فجر الأحد استعدادا للقاء المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر أيلول المقبل. وتمكنت بعثة المنتخب الفلسطيني من مغادرة مدينة فرانكفورت الألمانية بعد حل مشكلة الفيزا وتدخل الاتحاد اللبناني لكرة القدم بعد الإشكالية الفنية اللي أثرت على مغادرة المنتخب في البداية. ووصلت البعثة إلى مطار رفيق الحريري الدولي وتوجهت مباشرة على مقر إقامتها في بيروت، بينما سبق بالوصول ثلاثي المنتخب المحترفين في أوروبا ماثيوس حذوة وبابلو برافو وجوناثان. دوليا، حقق ريال مدريد فوزه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد ما سحق ضيف ريال بيتيس بخماسية دون مقابل سجل جاريث بيل وخماس رودريغيز بواقع هدفين لكل منهم وكريم بنزيما ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط بعد مرور جولتين من بداية المسابقة. من جهة تانية، قاد المدافع البلجيكي توماس فريمايلن مدافع نادي برشلونة بطل إسبانيا وأوروبا قاد فريقه لتحقيق فوز صعب على حساب نادي ملقا ضمن نفس المرحلة، وسجل فريمايلن هدف فريقه الوحيد في المباراة اللي انتهت بفوز برشلونة 1-0، وهذا أول أهداف له مع الفريق الكتالونيا اللي انتقل لصفوفه في الصيف الماضي قادما من أرسنال الإنجليزي. رسميا انتقل المدافع التونسي أيمن عبد النور إلى صفوف فريق فالنسيا الإسباني بحسب ما أعلن النادي على الشبكة العنكبوتية. أعلن نادي فالنسيا الإسباني على موقعه الرسمي عبر الشبكة العنكبوتية عن توقيعه بصفة رسمية مع المدافع التونسي أيمن عبد النور 26 سنة قادما من نادي موناكو الفرنسي. واجتاز الدولي التونسي نهار السبت الفحوص الطبية في نادي فالنسيا حيث سيلعب في صفوف الفريق الإسباني بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2020. وبعد توقيعه للعقد الرسمي مع النادي الإسباني أعرب أيمن عبد النور عن سعادته بالتجربة الجديدة التي يقبل عليها مؤكدا رغبته بتحقيق الإنجازات مع فالنسيا. ويأتي عبد النور من موناكو حيث لعب الموسم الماضي 26 مباراة في حين بدأ اللعب مسيرته مع نادي النجم الساحلي قبل ما يخوض تجربة أوروبية مع تولوز الفرنسي. ولم يكشف الموقع الرسمي لنادي فالنسيا عن أي تفاصيل مادية بخصوص الصفقة وقيمتها وما سيتقاضاه اللاعب في صفوف الفريق حتى هلأ. انتهت منذ بعض الوقت في الدوري الإنجليزي مباراة بين مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي على ملعب سوانزي بنتيجة 2-1 بفوز بخسارة جديدة كانت لفريق مانشستر يونايتد، هي الأولى هالموسم. بالجهة الثانية كان فريق ليفربول بأسوأ حالته عندما خسر أمام ويست هام يونايتد على أرضه بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. الأداء الكارثي لدفاع ليفربول منح الضيف أفضلية طوال أحداث اللقاء يلي شهد طرد نجم ليفربول فيليب كونتينيو في الشوط الثاني. تم تخليد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي برسم صورته على جدار المدرسة يلي تعلم فيها عن مكان طفل. خلد نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة ليونيل ميسي في مدينته برسم صورته على جدار المدرسة التي تعلم فيها عندما كان طفلا، ووصل حجم الصورة إلى 40 متر مربع استخدم فيها رسامها 1500 لتر من الدهان، حيث ظهر ميسي في الصورة الجدارية وهو يرتدي قميص منتخب الأرجنتين. ووضعت الصورة في مدرسة لاس هيريرا بمدينة روزاريو التي ولد فيها ميسي. ميسي الفائز 4 مرات بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لأحسن لاعب درس في هذه المدرسة قبل أن ينتقل لإسبانيا ويلعب مع فريق برشلونة وهو في سن 13 سنة. وفي عام 2011 أطلق على ميسي اسم السفير الدولي لمدينة روزاريو. الصورة الجدارية الحالية قام برسمها باولو كوستانتينيو. هذا كل شيء بالرياضة، عودة لك لنا. شكرا عباس. نتابع صفحة الأحوال الجوية مع كارين خراط. بونسوار، صوركم اللي عم تبعتونا اياها على اكونت الانستغرام وفيوتشر تي في ابلكيشن عم نعرضهم عنا على الهواء، بعتوا لنا صوركم واربحوا بنهايه كل اخر شهر جايزه. هلا مننتقل على الدول العربيه لنشوف كيف عم بيكون طقسها وكيف عم بتكون الحراره فيها. ومبلش جولتنا بتونس 33 درجه، الرباط 27، الجزائر 33 درجه.
بغداد 46، دمشق 30، القدس وعمان 31 درجة، ومنختم مع الكويت 49 درجة، أبو ظبي 46، الدوحة 41، أما الرياض عم بتسجل 45 درجة. هلأ منوصل على لبنان اللي بعده عم بيشهد طقس قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة لتوصل على الساحل 32 درجة، أقصاها 22 درجة أدناها، بالنسبة للجبل 27، أما بالداخل توصل أقصاها ل 33 درجة. هلأ منروح على الخريطة اللبنانية لنبلش جولتنا بالمناطق الشمالية مع عكار 30 درجة، طرابلس 31، الأرز 22، الكورة 30 درجة، الهرمل 31 وطقسها صافي ومشمس، القاع 30، بعلبك 26، الرياق 24 درجة، جبيل 30، ميروبة 23، جونية وبعبدة 31 درجة، بيروت كمان 31 درجة وطقسها مكفى صافي ومشمس، زحلة 31، شتورة وعنجر 32 درجة، مشغرة 31، نوصل على جزين 30، مرجعيون كمان 30، رشيا 29 درجة، بنت جبال 31، والختام بيكون بالمناطق الجنوبية مع صيدا سور وقانا 31 درجة. مثل ما ذكرت طقسنا قليل الغيوم، على الساحل عم توصل الحرارة أقصاها بكرة لل 31 درجة أدناها لل 26، وبتكفي الحرارة لل 31 درجة لنهار الثلاثة والأربعة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 9 درجات و 22 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. قبل ختام النشرة نذكر بالخبر العاجل الذي ورد منذ قليل، حيث أعلن الرئيس سعد الحريري أن تيار المستقبل يلتقي مع الرئيس نبيه بري في الدعوة إلى حوار يناقش البنود التي أوردها في خطابه. ولفت عبر تويتر إلى أننا بالتأكيد سننظر بإيجابية لهذا الموضوع عندما نتلقى الدعوة، معتبرا أن الاتفاق على بت موضوع رئاسة الجمهورية يشكل المدخل السليم للبحث في القضايا الأخرى، وأن إعلان التمسك بالحكومة وتفعيل عمل المجلس النيابي قاعدتان للاستقرار المطلوب في هذه المرحلة. هذا تذكير بالعناوين. بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر يدعو رؤساء الكتل النيابية إلى حوار بشأن انتخابات الرئاسة وعمل مجلس النواب والحكومة. ما كبينا عليهم أنانة وحجار وديناميت. قوى الأمن توقف عشرة من مشاغبي رياض الصلح وتعلن عن إصابة اثنين من عناصرها. كتائب الأسد تدك دوما بالصواريخ الفراغية وتجدد المعارك الضارية في الزبدة. ننهي النشرة، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء. القصة هي قصتك.